يسرا اديتي حد حقنة قبل كده ولا لا؟ اديت حد حقنة بس عشان كان يستاهل، واكيد اداني حقن كتير قبل. ايه اكتر ايموجي على السوشيال ميديا بيستفزك؟ اللي بترقص كتير دي، عارفها؟ معني بستعملها ساعات، عارفها دي اللي عامل كده لابسه احمر كده وعامل كده دي، عارفها؟ ايه اكتر حاجه غريبه معجب عملها معاك يا ابني؟ تبقى ماشي في الشارع مثلا او تبقى سايق فالناس تقف بقى وتكلكس وتعمل لك كده، او تقول لك بحبك يا يسرا في نص الشارع، فاللي هو يعني انا كنت مغلوشه عشان محدش ياخد باله فيفتح فتوحه بقى فنبدا نتصور مع الشارع كله. حاجات عاديه بس لذيذه يعني، مفيش حاجه تضايق. تعرفي توصفي اوحش فرح حضرتي؟ رحت فرح مره الناس كلهم مش مقتنعين بالجواز، عارف الافراح دي، فبيبان في الطاقه بتاعت الفرح خالص، الفرح بيبقى تقيل كده ودمه يعني خنيق. طب بصات في الفرح بتبقى عامله ازاي؟ الجوازه دي هتكمل قد ايه تفتكر؟ طب نتراهن؟ عارف الحاجه، عارف الحاجات دي يعني. رقاصه، فتاه ليل، مدمنه ولا راهبه؟ اي دور ترفضي تعمليه؟ لو الدور عاجبني مش هرفض ولا دور فيه. هو انا هرفض رقاصه لاني ما بعرفش ارقص يعني، بس كان نفسي اقدر ارقص واعمل دور رقاصه، بس للاسف يعني مش بعرف ارقص كويس. اهلي ولا زمالك؟ اهلي طبعا، ده مش سؤال. يسرى دراما كوين ولا لا؟ بص انا جوزي بيقول ان انا دراما كوين، فانا دايما بقول له يعني لو شفت بقيه الستات هتكتشف ان انا مش دراما كوين. ايه اللي ممكن يخلي يسرى تتقمص؟ انه حد يديني ميعاد ويقعد يقول لي انا جاي كمان 10 دقايق، جاي كمان 10 دقايق، جاي، ما يقوليش الصراحه، قول لي هتاخر 4 ساعات. سنجاري ولا زيت وليمون؟ زيت وليمون. ورق عنب ولا كرنب؟ كرنب طبعا. ايه الحاجه اللي وانت صغيره كنت فاكراها حقيقه ولما كبرتي عرفت ان هي بلح؟ كنت فاكره انه في سانتا كلوز زي كل الاطفال، بس اكتشفت تقريبا وانا عندي 7 أو 8 سنين عملت فخ. كنا بنحط شجره كريسمس بره، فكان طبعا اهلي يرجعوا بالليل متاخر يحطوا كام هديه، واحنا بقى نصحى الساعه 6 ونجري على الشجره نقول سانتا كلوز جاب الهديه. ففي سنه بقى قررت ان انا ابتديت اشك، فرحت قلت لهم احنا السنه دي هنحط الشجره في اوضتي عشان ايه اصطادهم وهم داخلين. فشفتهم بقى وهو بيتسحب، فضلت طول الليل مش نايمه وشفتهم بقى وهم بيتسحبوا يحطوا الهديه. مين اكتر شخص يسرى بتعرف تقلده؟ سناء المساعده بتاعتي. هو في بينا لغه عيون، فمبدئيا مثلا لو حد قال حاجه مش عاجباها كده، وبعدين بنبقى طبعا بنصور بقى اوردرين بقى ومن مسلسل لمسلسل وبننحت بقى وكده في السيزون، تبقى هي خلاص مش شايفه قدامها وهتموت وتنام، فبتبقى عامله كده، تبقى بتحاول تفتح بس يعني هي مغمضه بس هي مفتحه. بص انا هحاول اجيبها عشان مش دايما بعرف كده. اكتر ممثل كان بيخوف يسرى اللوزي وهي صغيره؟ كان داستن هوفمان في فيلم هوك. ممكن اول اعلان جه على دماغي كنت صغيره تغنيه لي دلوقتي؟ شربني كوكتيل اعصر لي برتقانه ارويني توته انا عطشانه، الجوافه مجنناني والتفاحه مروشاني وكل الناس بتحب الاناناس. ياسمين عبد العزيز هتزعل؟ لا طيب اهم حاجه. اكتر اكله بتكرهيها؟ القرنبيط، ما بستحملش ريحته وهو بيطبخ في البيت اساسا.